حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة عن تطورات ومستجدات طوفان الأقصى ومعادلة الردع. وبداية نرحب بضيوفنا الكرام الباحث بشأن السياسي الدكتور محمد فخري المولى، أهلا بكم دكتور ضيفا كريما، وكذلك ترحب الكاتب والمحلل السياسي السيد حسن الدري ضمن مباشرة عبر سكايب من بيروت، أهلا بكم سيد حسن. أبدأ معك دكتور، تصريحات إسماعيل هنية اللي يتحدث بها عن ضرورة مواصلة الحرب ضد الكيان الصهيوني، هل حماس فعلا لديها القدرة على استمرارية وديمومة هذه المعركة؟ تحية لكم سيدي الكريم، لمشاهديكم، لمتابعيكم، لضيفك الكريم، وشكرا على الاستضافة. لنعكس السؤال لنصل، هل توقفت حماس في يوم منذ عقود عن الجهاد عن النضال؟ لم يتحقق، لذلك هي رسالة مستمرة ولكن تختلف الأدوار فيها. في لحظات سيكون الدور الجهادي بالعمليات المميزة كما حدث منذ عام بسيف القدس، كما حدث الآن بطوفان الأقصى اللي هي موضوع الحدث، وتعود بقواعدها لتنطلق بخطط جديدة، وهذه هي السياسة، لذلك هي لم تتوقف في يوم. لذلك ما قاله السيد هنية هو عبارة عن استعراض أنها لن تتوقف، ولكن هي حقيقة فعليا هي لم تتوقف، لا توقف لا قبل قيادته وفي أثناء قيادته وحتى في وجوده في المكتب السياسي. لذلك هي رسالة مستمرة ولكن تتغير الأدوار بين الظهور والخفاء والمناورة والبعد الاستراتيجي بالصبور، وهذه الأمور كلها أفق تخطيط جهادي لأجل هدف أكبر اللي نأمل أن يتحقق، أن زوال الكيان الغاصب. بس هالمرة دكتور إسماعيل هنية يقول أن هذه الحرب ستغير مجرى التاريخ، على شنو استند؟ هو حقيقة ليس السيد هنية، رأيه محترم لأنه له اتصال ورؤية، ولكن لو نظرت إلى المشهد العام، هذه العملية لو مزجتها بعملية سيف القدس قبل عام والتطور النوعي الذي حدث الآن، لا يمكن خارطة الزمن أن تعود لما قبل هذه الأحداث. غزة محاصرة منذ 17 عام تقريبا في هذه الفترة، وإن كنا نعيد الحسابات بشكل دقيق مع هذا القوة الغاشمة الطاغية، سنجد أن عقدين أو ثلاثة هي ما حصلت، سياسة قضم الأراضي وهذا وكل ما يسعى إليه العدو والكيان الغاصب من إحكام السيطرة والقبض على أهل غزة كان له أثر كبير، أن وصلنا إلى لا نستطيع أن نسميها قطاع غزة كما هذا الاسم المجمل، ولكن هناك اسم أكبر وأوسع ويجب أن يكون صريح أمام كل من لا يعي أو له اتصال مع تلك المنطقة ليعلم. وصلنا إلى سجن غزة، ليس هناك يعني شرطة نظامية، جهاز أمني نظامي، الانتقال منها إلى العالم الخارجي وكل هذا الجهاز التنفيذي للسلك الدبلوماسي إن كان في منظمة التحرير الفلسطينية أو في حماس، لا يستطيع أحد أن يغادر إلا عبر منفذ، وهذا المنفذ للكيان ثم ينطلق. لذلك سيدي الكريم، ما حدث في هذه العملية تحديدا، تم خلق كل قواعد الاشتباك، تغيرت البوصلة، الكيان الغاصب امتلك، وهذا يعني يجب أن يعلمه الكثيرون، امتلك القوة الغاشمة، الدعم الدولي والتقنيات الحديثة بأرض محروقة كان هناك نهايتها بعد سيف القدس السياج العازل بمسافات كيلومترات بعيدة المدى. إذن أنت تتكلم عن تجمع سكاني مفصول عن العالم بكل مسمياته، سوى إصراره على العيش والمضي في هذه البقعة، ولو كان السكن لأهل غزة في غير فلسطين، صدقني ستكون عبارة عن صحراء جرداء، لأنها لا يستطيع أحد يقاوم. ولكن هنا البعد العقائدي والديني واسم مسمى فلسطين والقدس والأقصى، أسماء لا يمكن أن نضعها كأسماء بسيطة للمواضع وللمواقع والأسامي. لذلك كانت القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى عنوانا لكل الكرامات
ولكل المآثر البطولية. نعم. ولكل ما نشهده الآن هو عبارة عن مسمى واحد، القدس وأرض الميعاد، وهذه هي فلسطين العزيزة على قلوب الجميع. طيب، رحب بك سيد حسن مرة أخرى، وأود أن أسألك عن اللقاء الثلاثي اللي جمع سماحة السيد حسن نصر الله بالسيد زياد نخالة وكذلك بالسيد صالح العروري. شنو أبعاد هذا اللقاء؟ ما مدى أهميته في هذا التوقيت من الصراع؟ مساء الخير لك وللضيف العزيز وللمشاهدين الكرام. حتما هذا اللقاء من ضمن يعني المعركة اليومية، ليست فقط معركة صواريخ وسلاح وتخطيط عسكري، هي أيضا معركة إعلامية ومعركة سياسية، وهي معركة معنويات. هذا اللقاء العلني الذي صور، يعني تسربت صورة منه، والمعركة محتدمة. أول شيء بعث بعدة رسائل. الرسالة الأولى بالشكل، المقاومة محور المقاومة، قائد محور المقاومة مرتاح على وضعه، يستقبل الزوار ويناقش الأمور. هو ليس مختبئ كما يحاول الإسرائيلي أن يصور، لا، هو على تواصل بالعالم الخارجي ومع القيادات المقاومة في ساحة فلسطين تحديدا في غزة. وهذا أيضا بالشكل له مفعول كبير جدا، خصوصا أنه سماحة السيد حسن نصر الله لم يظهر إعلاميا بكلمة، كان متوقع الكثيرون أن يطل على الناس ويلقي بكلمة منذ اليوم الأول منذ 7 أكتوبر، ولكن إلى اليوم السيد نصر الله يعتمد الغموض البناء، يعتمد أن يضع العدو في المساحة العمياء كما يسمى عسكريا وايضا سياسيا. والى اليوم الاسرائيلي لا يعرف ما هي نوايا المقاومه في لبنان، متى ستتدخل وكيف ستتدخل وحجم التدخل والى اي مدى ذاهبه في هذه المعركه. فاذا لكن سيد حسن اذا تسمح لي، اللقاء اللي جمع هذا اللقاء، لو سمحت بدي اكمل. لا، أرد أسألك عن الرسائل من هذا اللقاء، اللقاء جمع القيادات الثلاثة، بينهم مجسم الأقصى وكذلك الآية القرآنية. الرسائل من هذا اللقاء ما بينت صورة ونوايا حزب الله؟ كنت أكمل أقول أنه أيضا بالشكل، الرسالة التي بعث بها السيد نصر الله إلى الإعلام الحربي وإلى كل من يتعاطى الإعلام الإعلامي بتسمية الشهداء في لبنان على طريق القدس، وهذا له دلاله انه المعركه هي ليست اليوم فقط طوفان الاقصى، لا، المعركه هي القدس. المعركه هي تحرير فلسطين، كامل فلسطين، وقد تكون هذه المعركه طويله وليست محصوره فقط بالنصر الذي تحقق في 67. فاذا بالشكل هذا مهم جدا. بالمضمون صدرت للاسف بعض الاصوات من بعض القيادات الفلسطينيه ولامت اذا بدك او عتبت على المقاومه على حزب الله لأن تدخله ليس بالحجم المطلوب، أنه هذا الذي يقوم به حزب الله على الحدود اللبنانية، نعم هو عمل مشكور ولكن مطلوب منه أكثر من ذلك. هذه تركت علامات استفهام كبيرة للأسف، والبعض بعض الخصوم حتى الأعداء حاول الاستثمار عليها. أن يجتمع السيد حسن نصر الله بأمين عام الجهاد الإسلامي السيد نخالة وبالسيد العروري من حركة حماس في توقيت في هذا التوقيت وأن تصدر هذه الصورة، فهذا دليل على اللحمة، على الوحدة، على التنسيق التام والدائم، وأنه غرفة عمليات المقاومة شيء والواقع السياسي شيء آخر. إذا كان أحد يريد أن يستثمر في السياسة أو أن يسجل نقاط في السياسة، فالمقاومة والمقاومون ليسوا معنيين بهذه المسائل. المقاومة اليوم عينها على فلسطين، عينها على غزة، عينها على العدو الإسرائيلي وكيف ستكبد هذا العدو الخسائر المناسبة. هذه رسالة للداخل لبيئة المقاومة. الرسالة الثالثة والأهم للعدو. العدو الإسرائيلي كثيرا وقف عند هذا الاجتماع، إعلامه كما تابعتم حضراتكم بالتأكيد على شاشاته وعلى صفحات صحفه، كان هذا اللقاء بمثابة صدمة. هم ببالهم أنه اليوم حزب الله تحديدا السيد حسن نصر الله بالتحديد يعيش حالة من الواقع الأمني المعقد جدا، ولا يمكنه الاستقبال أحد أو الاتصال بأحد، بينما قبل يومين أجرى اتصال بأحد السياسيين اللبنانيين السيد نصر الله وأجرى هذا اللقاء. فأيضا رسالة للعدو، نحن في المقاومة نحن جاهزون لكل الاحتمالات، لدينا غرفة عمليات وتحكم وسيطرة تمسك بمفاتيح كل شيء في هذه المعركة. كل طلقة في جنوب لبنان تطلق بعلم السيد حسن نصر الله وبأمر من السيد حسن نصر الله، واعتقد كل
ما يجري في فلسطين في غزة اليوم بتنسيق دائم وكذلك في باقي التحالف. طيب وفقا لهذه المعطيات اللي ذكرتها سيد حسن، هل نتوقع ازدياد وتصاعد دراماتيكي للأحداث في جنوب لبنان؟ هناك كثر تحدثوا عن هذا الموضوع وسأتحدث باختصار. نعم. سيدرس هذا الذي يفعله حزب الله على الحدود الجنوبية في شمال فلسطين المحتلة بين لبنان وفلسطين المحتلة. ساحة يعني شريط الحدود 105 كيلومتر، تضاريس معقدة. حزب الله فرض إيقاع هذه المواجهة على الإسرائيلي. هو الذي يبادر وهو الذي يتحكم بعمل هذه الجبهة، هو الذي يزيد التوتر وهو الذي يخفض التوتر حسب معطيات نحن لا نملكها، حسب واقع ميداني نحن لا نعرفه، قيادة المقاومة تعرفه، قيادة العدو الإسرائيلي تعرفه وتتعاطى بحذر شديد جدا 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 مع حزب الله. الإسرائيليون خائفون جدا وهم يسمونه برعب الشمال من تدخل كبير للحزب. الإسرائيليون يقولون بأن الحزب حتما سيدخل ولكن لا يعرفون بأي توقيت، لا يعرفون بأي سبب، وهذا بحد ذاته عامل نفسي مربك ومقلق ومخيف للإسرائيلي. أن تزيد نسبة التوتر وتتسع رقعة الاشتباك، أنا أؤكد لك إلى اليوم هذا بيد المقاومة، إلا إذا الإسرائيلي ذهب بحماقة واستفز المقاومة وأراد توضيح الأمريكي بحرب مباشرة. نعم. فهذه حسابات أخرى. طيب دكتور محمد، أعود لك مرة أخرى، هذا اللقاء اللي جمع هذه القيادات السيد حسن نصر الله بالسيد النخالة والسيد العروري، هل هو معبر أو مترجم لوحدة ساحات الرد للمقاومة، فصائل المقاومة؟ أستاذي الكريم، حقيقة هذا اللقاء واحد من اللقاءات المهمة، وهي لسلسلة الظهور للسيد حسن نصر الله بشخصه، ليس عبر التسجيلات أو عبر الأثير. هذا الأمر أن هناك مرحلة جديدة من الظهور العلني، وهذا معناها انطلاقة للأعمال المباشرة، لا خوف، وكل هذه التحسبات والتحسسات الأمنية من أي اختراق للوصول إليه أصبحت هباء منثورة، لأنه الهدف أصبح أسمى. هذا في الجزء الأول فيما يتعلق، أما في الثلاثي فهي استكمال لوحدة الساحات. ما يحدث في غزة تحديدا وعند الشريط أمر يجب أن ينظر له بشكل سياسي معمق، جغرافي معمق. نعم. أنت الآن تتكلم في الجهة الأولى جهة مقاومين قطاع، ولكنه إداريا لا يرتقي إلى مستوى الدولة وغير مسجل، وهذه إحدى الأخطاء التاريخية الكبيرة التي لم ينتبه لها الحكام المنبطحين، إن كانوا عرب وإن كان بعض المسميات الإسلامية، أسفا نظرت للأمر بشكل معكوس. لو كانت وحدت الأمر أن يكون هناك دولة فلسطينية لكان الأمر ومعترف بها في الأروقة الأممية، لكنا الآن في مشهد مختلف تماما. هذا الأمر أنت الآن تتكلم في جهة مقاومين أصحاب حق، ولكن في الجهة الثانية هناك دولة مسجلة. فهذه الخطوات لا. يجب أن تحسب، وهي محسوبة من كل الأطراف، بشكل أن تظهر قوتك كقوة ناعمة بإمكان أن تتحول لقوة صلبة، وأيضا أن تكون هذه القوة الناعمة هي عبارة عن رسائل إعلامية استراتيجية تخدم كل ما يمت للمقاومين من دعم وأيضا إصرار. وهذا ما حدث، هناك وحدة ساحات ووحدة رؤى وتخطيط استراتيجي حذر جدا. إننا الآن في مرحلة جديدة، وهذه المرحلة أن تطلبت الهدنة، لا تقول، لا نقول هدنة، ولكن العمليات ضمن قواعد الاشتباك المعروفة. نعم. وهذا ما يحدث الآن في الشريط الحدودي، دوما تجد هذه العبارة وفق قواعد الاشتباك المعروفة، هذه تعتبر أنك اخترقت الحدود، استدرجت عمليات نوعية لا يمكن أن تكون بسهلة في ظل هذه المنطقة الوعرة، التضاريس وأيضا التداخل، ولكنها حققت ضربات موجعة، ولكنها ليست إيذانا بالحرب،
طيب ماذا عن العمليات التي قامت بها المقاومة العراقية على قواعد أمريكية وحتى ضرب قاعدة أمريكية في سوريا من خلال العراق؟ يعني هنا نأتي إلى جزئين، جزء كما قلنا يتعلق بالدولة وسيادته ويتعلق بالمقاومين. من ينظر هذه المناظر وهذا الاعتداء السافر على الأبرياء لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي. المواطن البسيط يعتصر قلبه وتدمع عيناه، والقلب بين ثناياها حشاياه كثير من الألم عندما يجد هذه المناظر المروعة للأطفال، للنساء، عوائل بأكملها تبات. سياسة الأرض المحروقة ليست سياسة سوى سياسة هوجاء، ولو كان للكيان الغاصب غير هذا الطريق لاستخدمه، ولكنه ليس له طريق سوى هذا. لنأتي إلى الجزء الأهم اللي هو كما تفضلت أو سؤالكم الكريم، هنا تبقى موازين اللعبة إلى أين تسير. هذه يجب أن تدار بحذر، الدماء مقابل النصر، والنصر يجب أن يكون ببعد صبر استراتيجي لنصل إليه. لنأتي إلى سؤالكم الكريم اللي هو ما يتعلق في الساحل العراقي. لذلك لا. عندما تكون هذه الضربات أو التنفيس هي كالمد الجماهيري اللي ظهر في أكثر من مناسبة، أن هناك امتعاض، السياسي والمثقف يظهر من موقعه، وكما أنتم وهذه القنوات الشريفة تظهر من موقعها تناضل، وأيضا للمقاوم له بصمة. ولكن في الجزء الثاني اللي هو الجزء السياسي، الدولة لم تدخل بشكل مباشر في هذه الأمر مع الحفاظ على طيب. حل وجهد يجب أن يكون للدولة السياسة، ولكن هذا ما يحدث الآن لا يمكن أن يضبط إيقاعه، لأنه يتعلق بالمشاعر ورؤية مناظر قد يعني لا نستطيع أن نسأل لأنها قمة الهمجية والوحشية. سيد حسن، ذهاب وفد من حماس إلى موسكو ولقاء المسؤولين الكبار هناك، شنو الممكن يبحث هذا الوفد من حماس مع روسيا؟ سيد الكريم، على يعني العالم كله يتغير منذ يعني بدأ معالم التغير بشكل واضح من الصعود لا. الصيني كان تغير بطيء. الذي حدث في أوكرانيا عام 2020 منذ سنتين بدأ يعني الحرب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بدأ التغير يأخذ منها أكثر تسارعا. روسيا دخلت في أوكرانيا بحق، لأن الناتو والولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تهدد أمنها القومي على خاصرتها اللي هي أوكرانيا. لا. اليوم أيضا هذه المعركة، منطقة الشرق الأوسط بكل تاريخها، هي ميزان ومعيار للتوتر أو لخفض التوتر أو لزيادة التوتر في العالم. الشرق الأوسط كان واحد من معايير رسم حدود النفوذ في العالم. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن خرجت من أفغانستان كانت تريد أن تتفرغ إلى الصين، وكان في عقلها في بالها أنه تستطيع الخروج من الشرق الأوسط وتبقى هي المسيطرة والمهيمنة. جاءت الحرب الأوكرانية ورأينا حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية ذهبوا شرقا، تماهوا مع الصين ومع روسيا وأيضا تفاهموا مع إيران، وبدأ الأمريكي يشعر بأن البساط يسحب من تحت أقدامه. عاد إلى، رأينا جو بايدن جاء إلى المنطقة بأكثر من زيارة، مرة إلى المملكة العربية السعودية ومرة إلى الكيان الصهيوني، وكان يريد أن يعود إلى الساحة، وحاول تخريب الاتفاق السعودي الإيراني وخرب إذا بدك أو بطأ التفاهم أو الحل السلمي في اليمن. هذه العملية التي حصلت في غزة، عملية طوفان الأقصى، الفضل بعد الله للمقاومين، للقيادة، للذين خططوا ورتبوا والذين أوقعوا هذه الخسارة التاريخية في هذا العدو. ولكن بالسياسة، نحن كقراء سياسة، المستفيد الأول والأكبر رقم واحد بعد المقاومة وشعبها هي روسيا. روسيا اليوم بهذه العملية، أمريكا أتت بحاملات الطائرات وبأسراب الطائرة وبأسراب المقاتلات وبأدنى المنظومات الدفاعية، فهذه حركة عسكرية مكلفة جدا ومرهقة جدا، وأيضا فتحت باب الدعم اللامحدود واللامسبوق للكيان الصهيوني، وهذا خفض ضغط عن أوكرانيا. وإذا تورطت الولايات المتحدة الأمريكية بحرب مباشرة مع محور المقاومة، ستستنزف في هذه المنطقة وستخسر في هذه المنطقة، والمستفيد رقم واحد هو روسيا والصين، روسيا بالدرجة الأولى.
هذه الزيارة، أنا يعني اسمح لي حبيت هذه المقدمة لأقول هذه الزيارة اليوم روسيا تقوم بدور جبار عالميا. روسيا التي أبطلت ومنعت صدور قرار يدين حماس مرتين في مجلس الأمن باستخدام حق النقد الفيتو هي والصين، فهي تقود أيضا معركة سياسية عالمية من أجل حماية هذا المنجز وهذا المكتسب. وبالتالي من الطبيعي بمبدأ الدولي تقاطع المصالح أن نجد حماس، قيادة حماس في روسيا، وهو غير طبيعي بالحالات السابقة. اليوم تجرؤ روسيا على استقبال حماس التي اليوم تصور غربيا بأنها داعش وعليها عقوبات ومصنفة إرهابية، أن تستقبلها القيادة الروسية. فهذه رسالة جدا خطيرة وجدا قوية من روسيا إلى العالم. طيب، الكيان الصهيوني منزعج كثيرا من استقبال روسيا لحركة حماس وقياديها بهذا الوفد وهذه الزيارة، لكن شنو ممكن يكون رد روسيا؟ هل ستستفيد من هذا الصراع الدائر في الشرق الأوسط خصوصا إسرائيل والفلسطينيين؟ إلى أي درجة ممكن أن تستعمل هذه الورقة للضغط على الكيان أو على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص والغرب بشكل عام؟ سيد الكريم، نحن حتى في لبنان المقاومة ما زالت في مرحلة الإحماء. حتى العدو الإسرائيلي رغم كل المجازر التي يرتكبها في غزة هو لم يقاتل إلى الآن، ولم يبدأ عملية عسكرية، ولم يبدأ حربا بالمعنى العسكري، يعني جيش مقابل مقاومة أو جيش مقابل جيش. أيضا روسيا والعالم كله ينتظر إلى أين، كيف سينحرف هذا المسار. هل نحن ذاهبون إلى اشتباك كبير ما يسمى بالحرب الكبرى، يعني كل فريق يضع كل أوراقه على الطاولة؟ إذا وصلنا إلى هنا، لا ننسى روسيا موجودة بسوريا بقواعد استراتيجية، موجودة بأس 300 وأس 400، يعني بالأجواء، يعني تستطيع حماية الأجواء السورية والأجواء اللبنانية. هل إذا رحنا ذهبنا إلى هذا المكان يعني أصبح الصراع دولي، من قال أن روسيا لم تنخرط بالمباشر، على الأقل بإسناد بحماية ظهر المقاومة وهذا المحور بهذه المظلة، يعني مظلة السلاح الدفاع الجوي مثلا؟ نعم روسيا ستوظف، هي استفادت حتما. أنا قلت بالبداية أكبر المستفيدين إلى الآن روسيا، وستستثمر هذا الانتصار بكثير من الساحات ويحق لها ذلك. وروسيا أيضا تطرح اليوم أنه لابد من حل عادل للقضية الفلسطينية. هلا نحن كمقاومين لا نعترف بهذا الكيان من أصله، ولكن روسيا كدولة تقول أنه حل الدولتين. فإذا نعم، روسيا تستطيع أن تلعب دورا، لديها حلفاء أقوياء تستطيع اللعب الإيجابي بهذا الملف. وبرجع بقول بمبدأ تقاطع المصالح بين روسيا وإيران ومحور المقاومة، يمكن أن نكون في جبهة واحدة في مواجهة أمريكا والإسرائيلي. طيب دكتور محمد، بالمقابل من كل هذا الذي ذكر، هناك اليوم جهود قطرية، مصرية، تركية، الجهود قلبها على أهل غزة لو هي تحاول منع اتساع المعركة لنهايتها راح تأثر على الكيان وعلى داعميه، خصوصا داعميه في المنطقة. طبعا السيد الكريم، عندما تنظر إلى مشهد غزة الآن أو مشهد فلسطين ما يحدث فيها الآن، هي ثلاث أبعاد. هنا البعد المحلي لكل بلد، هناك ضغوطات شعبية، هناك امتعاض شعبي، وهناك ثورة شعبية. وهذه كثير من الحكام يخافون من هذه المفردة لأنها تتعلق بعروشهم، بسلطتهم، بكيانهم، ببقائهم، بوجودهم. هذه الشعوب الحية وهي تنظر هذه المناظر لا يمكن أن تقف، لا قد لا يكون يظهر للإعلام كل ما موجود في الشارع، ولكنه أمر واقع. لذلك هذا البعد المحلي لكل بلد، والخليج يعاني من جزء كبير من هذا الأمر. لنأتي إلى الجزء الثاني اللي هو المحور الإقليمي، عندما يكون هناك غضب شعبي وامتعاض شعبي، وقد يؤدي إلى حركات شعبية، إلى ثورات شعبية، إلى حركات داخلية يمكن تزعزع. هذه تتطلب من الحكام بأي مسمى، يعني أنت الآن تتكلم عن الخليج بأكمله، يريد حل بجهتين. الجهة الأولى أن تنطلق المساعدات، وهذا ما انطلق عبر مصر، هذه المساعدات التي القوافل الخجولة، ولكنها بداية مستحسنة في هذه الأوضاع العامة. لنأتي هناك جزء ثاني الجميع يحاول أن يسير به، أن ينزع فتيل الأزمة. الأزمة الآن الحالية لا تتعلق بمحورين ولا بعمليات سابقة، هذا هو سر
العمل الطوفاني الأقصى، لن نعم. لن الأحداث التي لن تكون الأحداث ما قبلها مثل ما بعدها. هذه الآن العالم كله تحول الأمر ليس لمحليا، ليس فلسطينيا، وليس لإقليميا عربيا، وإن كان في الفضاء الإسلامي، بل إنما اتسع ليصل إلى مستويات عالمية. لذلك تحاول كل الدول العربية إن كانت خليجية إسلامية عربية من غير الدول الخليجية أن تضع حلول المؤثرة، وخصوصا ممن لهم صلة وعلاقات وخط مباشر مع الكيان، تحاول أن تستثمر هذه الأمر لتصل إلى حلول، لأن الحلول إن كانت واقعية واستطاعت أن تجد صداها على أرض فلسطين من كلا الطرفين فإنها ستؤدي إلى استقرار عروشهم. وهذه هي الرسالة الكبرى الإقليمية الموجودة حاليا. الوضع وصل إلى مستويات تطلب من الجميع الآن قد ما تنظره، لأنه لا يمكن أن يعلن ما يجري خلف الكواليس من علاقات واتصالات وتناقل. هناك لجان خصوصا كثيرة. دكتور أذا أسألك عن الاتصال اللي صار ما بين إسماعيل هنية ورئيس المخابرات المصرية سيد عباس كامل، اللي استعرض الجهود اللي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار وكذلك إدخال الاحتياجات والمساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني وأهل غزة. تعتقد ممكن أن تنجح هذه الجهود المصرية بإيقاف إطلاق النار وسط كل هذه المعطيات الدولية ورغبة الكثير من الأطراف بتوسيع هذا الصراع؟ هي حقيقة الآن لا هي حرب على مستوى الحروب كما نعلمه ونعهده، هي عبارة عن ضربات نسميها ضربات تنفيسية يحاول الكيان من خلالها إثبات وجوده، ولو كان له هذا كيان وجوده عبر الأرض المحروقة التدريجية، يعمل ضربات إن كانت معلنة وغير معلنة وضربات تحت الأرض. خلال هذه الأيام حدثت عمليات كثيرة، ولكن بمجملها هي عمليات قصف وليس فيها تدخل. إذن مستوى الحرب المباشر والتماس المباشر لم نصره إلى الآن. لماذا؟ لأنه الآن ما يجري في فلسطين هو عبارة عن شأن إقليمي، والشأن الإقليمي يمكن أن يتطور للشأن الدولي، لأنه وجود روسيا من جهة، وجود الصين من جهة، وجود أمريكا من جهة، وجود حلفائهم من جهة. هذه الأمر جعل أن من لهم اتصال بالجهات اللي هو الكيان والمقاومة الفلسطينية أو الجهات السياسية أن تنظر لخط قد تفلح في نزع فتيل الأزمة، أولا ضبط إيقاع الأحداث حتى لا تنفلت الأحداث. أنت الآن تتكلم عن أحداث يمكن أن تتسارع من أجل حدث لا نقول بسيط مثل كل الأحداث الآن تدمي القلب، ولكن يمكن أن يكون شظاها إقليمي، وهذه الإقليمية يمكن أن تطيح بكثير من الحكام الموجودين وعروشهم. الشعوب لا تعتقد أن لو كان الآن هناك إعلام حر كما الموجود الآن حاليا في هذا الفضاء وفي هذا الكلام المباشر، لو كان موجود في غير البلاد لسمعت العجب العجاب من الامتعاض الشديد، ولكن هناك سلطة وتسلط وقوة غاشمة تمنع الكثيرين. لنأتي إلى المحور الأهم، الجهاز المخابرات وعلى رأس جهازه عندما يتصل سيوصل رسائل. نحن نحاول أن نجد المنفذ أولا لضبط إيقاع الأحداث، أولا من حيث إرسال المساعدات، نقل الجرحى، أن لا يكون هناك تطور بالأحداث، وهذا هو الجزء المهم. والأهم من ذلك كله أن مصر تنأى بنفسها، لأنه من يبحث عن الحلول لا يبحث عن النتائج. النتائج قد يكون هناك ما سرب، والكل نأى بنفسه عن هذا المخطط الذي يعلمه الجميع. كان مخططا أن يرحل ما تبقى من أهل فلسطين في أجزاء كثيرة، ولكن في ظل هذا الغليان الشعبي وفي ظل ما يحدث الآن لا يمكن أن تصدر مشهد. لذلك ستكون للاتصالات الغير معلنة أو المعلنة بشكل رسائل، يعني لا تعلن بشكل حق ولكن هي رسائل، إحدى هذه الرسائل أننا نسير بإيجاد حل لنزع فتيل الأزمة. طيب
سيد حسن، تزامنت هذه اللقاءات أيضا مع زيارة نائب وزير الخارجية الإيرانية السيد علي باقري إلى روسيا أيضا، ولقاء المسؤولين الكبار هناك، ولقاء أيضا بنائب وزير الخارجية الروسي. تعتقد أن إيران فعلا تستعد لأي مواجهة أو تستعد لأن تكون فاعلة في هذا الصراع وتحاول تحشيد الحلفاء؟ لا اعتقد ولا تستعد، انا على يقين من ذلك. والجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، يعني كل هذا المحور قلبه هو الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. نعم. كل الفصائل المقاومه من لبنان الى العراق الى اليمن وسوريا وفلسطين المحتله، الداعم والظهير والسند الاول هي الجمهوريه الاسلاميه في ايران. منذ اليوم الاول لم نرى حراك، كنا نرى الامريكي يتحرك بلينكن في المنطقه، وبالمقابل السيد امير عبد الله يعني يتحرك، زار بيروت وزار قطر وزار الرياض وزار ايضا عده دول عربيه. فكان واضح الذي يدير هذه المعركه من جهه العدو هي الولايات المتحده الامريكيه، ومن جهه المقاومه سياسيا عالميا هي الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. واليوم اعلن عن مناورات، امس اعلنت الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه عن بدء مناورات ضخمه. وايضا هدد وزير الخارجيه سماحه السيد القائد، ايضا تحدث بخطاب خاص بهذه المعركه. فالجمهوريه الاسلاميه الايرانيه منخرطه تماما واساسا في هذه المعركه. كل اليوم كل في دوره. اليوم من يستطيع ان يلعب او يعني من يؤهله دوره الدبلوماسي، يعني الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه بوزنها كدوله كبرى في هذه المنطقه وعلاقاتها مع الصين وروسيا وباقي دول العالم، فهي تقوم بالدور الدبلوماسي اليوم. وايضا الانفتاح الاخير الذي حصل على الدول العربيه سمح ايضا بزيارات مباشره وحديث مباشر، والاتصال الذي اجراه السيد يعني رئيس الجمهوريه الايرانيه رئيسي مع الامير محمد بن سلمان، يعني قصدي اقول كل هذا المشهد الدبلوماسي تقوله الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. وجود نائب وزير الخارجيه في موسكو تكمله لهذا المشهد. هناك تنسيق تام بين الحلفاء. اليوم روسيا حليف استراتيجي واساسي للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. ايضا محور المقاومه، ما في يقول لا نستطيع ان نقول المقاومه حليف ايران، هنا هم تشكيل واحد، هم عقيده واحده، فكر واحد، عقيده سياسيه واحده موجهه ضد هذا الكيان. واعتقد بالتجربه ايضا كان ملفت امس عندما يقول وزير الخارجيه الايراني انه حماس مستعده لتسليم 50 اسير مدني للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لكي تفاوض عليهم، او بمعنى انه يصبح التفاوض. يعني قديش في تنسيق بين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وبين قياده حركه حماس؟ مثل ما بلشت اول مداخله، رغم انه البعض حاول يحط علامات استفهام ويقول انه ايران تخلت عن حماس وحزب الله تخلى عن حماس، وهذه يعني الاتهامات الفارغه. فاذا نحن امام مشهد معقد لابد من فكفكته. الدبلوماسيه تحاول فكفكه هذا المشهد، تحاول ان تضع اطار للحل، لانه الى اليوم الاسرائيلي لا يعرف ماذا يريد. يعني كل يوم نسمع نظريه مسح حماس ومسح القطاع والقضاء على حماس والقضاء على قطاع غزه وتهجير، هذا كلام كبير، هذا كلام لا تستطيع ان تقوم به اسرائيل، ومن غير المسموح حتى لو كانت تستطيع لن يسمح لها بذلك. يعني ان تبيد قطاعا في مليونين و200 الف مليون و300 الف مواطن، حتى لو كانت تقدر على ذلك فلن يسمح لها بذلك. فاذا الحراك الدبلوماسي الدولي كله بطيء، ما زالت سكرة الصهاينة هي الطافية، ولكن لابد من إيجاد إطار يمكن من خلاله البحث عن تسوية. هلا هذه التسوية كيف يكون شكلها؟ كيف ستنتهي؟ أنا أعتقد ما زال مبكرا الكلام عن تسوية، لأنه لا. لليوم الإسرائيلي لم يحقق أي شيء، إلى اليوم هو مهزوم هزيمة نكراء لم يستطيع أن يعوض أي شيء. الشكر الجزيل لكم الكاتب والمحلل السياسي سيد حسن الدركان معنا مباشرة عبر سكايب من بيروت، شكرا لكم سيد حسن. دكتور محمد، ليش هذا التعويل الكبير على الجمهورية الإسلامية ودورها في المنطقة وفي القضية الفلسطينية؟ ها إيران راح تتدخل، ها إيران ما دخلت، ها إيران ليش ما دخلت لحد الآن؟ وما حد يحكي عن الدول العربية المحيطة بفلسطين. يعني أستاذي الكريم، هناك من يتصدر المشهد بأفعاله وأقواله، وخصوصا في ما بعد داعش، تلك المرحلة الظلامية التي كانت تودي بالعراق وبالمنطقة بأكملها. وهذا الأمر ليس بخاف،
ظهور الجمهورية كمساند مناصر، وأيضا وضع بصمة في هذه المنطقة، بصمة سياسية بدعم الوجود عسكرية، أيضا بالدعم المفتوح، والأمر ليس بخاف على أحد. هذه البصمات عندما وصل الأمر إلى القدس كانت ينظرون أن الأمر عبارة عن شعارات وليست الجمعة الثالثة من رمضان وجمعة القدس، كانوا يعتقدون أن الأمر مختلف تماما. هذه الآن وفق مفردة ما تسمى وحدة الساحات هي الشاغل الشغيل للكثير، ولكن هذه الأمر يدار بشكل أفق استراتيجي، بما أولا يحافظ على المنطقة ويكون التأثير بضد الكيان فقط. لذلك تجد التقارب بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية، وهذا هو التقارب الكبير الذي استطاع أن ينزع هذه المنطقة والخليج العربي والمنطقة العربية من أزمات وتضاد جدا كبير، وما تبادل السفراء والتصاعد العملية السياسية في هذه الأمر والاتجاه السياسي إلا خلق نوع من التوازن. لنأتي للجزء الثاني اللي هو إذن هناك توازن سياسي استطاعت الجمهورية أن تضعه، وإيران تضع بصمتها في هذه المنطقة، منطقة الخليج والمنطقة العربية، والأمر ليس بخاف. لنأتي إلى الجزء الأهم، هناك أيضا بصمة بدعم كل من يريد التحرر، وما حدث في اليمن وسوريا ولبنان وحتى في العراق الأمر واضح، يعني هناك دعم مرة مباشر مرة غير مباشر ولكنها موجودة. هذا الأمر كله استحضره الجميع الآن. نعم. مع بقاء المعادلة الأصلية، أنت الآن تتحدث، نتحدث عن كيان غاصب ونتحدث عن كيان يغدق الأرواح الأبرياء بصيغة مفرطة وهمجية وتعود لقرون أزفت منذ فترة طويلة، ولكنه ضمن النمط الدولي هناك كيان مسجل دولة. بقبالة ذلك أنت بما أنه تتكلم عن دولة، ستكون هذه الأمور يجب أن تدار ليس باتجاه واحد، ليس بعسكري، يجب أن يكون الاتجاه العسكري مع الاتجاه السياسي مع الاتجاه الاستخباراتي مع الاتجاه الاقتصادي التكاملي. هذا هي الرؤية الحقيقية. إيران الجمهورية الإسلامية استطاعت أن إلى الآن أن تجد موازنة، الكل يعلم هناك لها تأثير ولكن ليسها بشكل مباشر. من يردد أن يكون هناك مواجهة مباشرة هو بالحقيقة يريد أن يسرع بوتيرة الأحداث، وهذا يعلم الجميع في المنطقة إن كان في المحور الإقليمي أو الدولي أن دخول إيران كخط مواجهة، الجمهورية إذا دخلت في خط مواجهة سيكون الأمر مختلف جدا، قد يتسع هذا الأمر شبه يعادل ما يجري في فلسطين. لذلك ستبقى هذه الأمور بهذه الرؤية الاستراتيجية، ولكن بوحدة الساحات وأيضا بوحدة الأفق للحلول، وهذا هو الحل الذي يسعى إليه الجميع. إن استطاع الكيان أن يعي هذه الرسالة وأن يصل لرسالة كبرى، إن بقائه في هذه الأرض وهو ما يطمح أن يكون هناك 100 عام لهم في هذه الأرض مرهون بامتصاص هذه الضربة وأيضا بنسيانها، لأنه إن كان سيبقى في هذه الرؤية بالرد والرد المقابل والأرض المحروقة، هذا سيزيد وتيرة الأحداث وسيجعل الأطراف كلها إن لم تظهر في الجهة المخفية ستكون في العلن، لأنه عندما يكون هجوم وهجوم مباشر يبدأه الكيان لن تقف هذه وحدة الساحات تنظر لما يجري، ستدخل تباعا وسيدخل الجميع. لذلك الآن من سيبدأ الخطوة الأولى؟ هذه يجب أن يكون لها حساب كبير جدا، لأنه الآن انتقلنا من المحور الإقليمي للمحور الدولي والكل سيكون في شظاه.
ايضا ينضم لنا مباشره عبر سكايب من بروكسل السفير العراقي السابق الدكتور جواد الهنداوي. اهلا بكم دكتور جواد. هل تتفقون مع موسكو بان كل ما جرى في المنطقه والحرب الدائره حاليا في غزه هي بسبب فشل السياسه الامريكيه والدبلوماسيه الامريكيه في المنطقه؟ اهلا وسهلا، اتمنى ان تسمعني. اسمعك، تفضل دكتور. اي شكرا جزيلا، لانه خشيت انه عدم سماع الصوت. فهمت سؤالك بانه موقف موسكو من الاحداث، ولا عيد لي سؤالك اذا ممكن. اعيد لك السؤال دكتور اذا تسمعني. تتفق مع ما ذهبت اليه موسكو بالقاء اللوم على السياسه الامريكيه والدبلوماسيه الامريكيه في المنطقه وانها هي السبب باشتعال هذه الحرب في غزه؟ بالتأكيد أخي العزيز، هذه لا يختلف على هذا الأمر اثنان أبدا. ما نراه في المنطقة ليس في الوقت الحاضر، وإنما منذ ستينيات القرن الماضي ولحد الوقت الحاضر نعيش سلسلة من المحاولات ومن السيناريوهات الأمريكية الإمبريالية الصهيونية التي تستهدف المنطقة ودول المنطقة وشعوب المنطقة وثروات المنطقة، وتسعى هذه السياسات الإمبريالية الصهيونية إلى تمكين إسرائيل. بدأنا في سبعينيات القرن الماضي في نظام أو في مرحلة حفظ أمن إسرائيل، واعتدنا جميعا على مصطلح الذي كان يستخدم شائعا في القنوات التلفزيونية، الحفاظ على الوضع الراهن، يعني الحفاظ على وضع إسرائيل والحفاظ على أمن إسرائيل. انتقلنا من مرحلة إلى أخرى، وهي السعي إلى هيمنة اسم إسرائيل في المنطقة. وبدأت هذه المرحلة في تسعينيات القرن الماضي عندما سقط الاتحاد السوفيتي وسقط جدار برلين وأصبحت القطبية الواحدة. فأمريكا وإسرائيل استغلوا هذه المناسبة وهذه الفرصة فسعوا إلى هيمنة إسرائيل، وبدأنا بمرحلة التطبيق، وبدأنا بمرحلة أوسلو التي كانت خدعة وكذبة وتضليل، حيث استخدمت السلطة الفلسطينية أن تتحول من سلطة نضال لتحرير فلسطين إلى سلطة لحماية أمن إسرائيل للأسف الشديد. وها نحن الآن مررنا طبعا بداعش والإرهاب واحتلال العراق إلى آخره، وها نحن الآن نشهد الصورة الحقيقية لإسرائيل وللديمقراطيات الغربية التي صدعت رؤوسنا وحطمت تقريبا بلداننا وسوريا 10 سنوات من أجل الديمقراطية إلى آخره، ونحن الآن نشهد منع حرية التعبير للتضامن مع فلسطين في بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا للأسف الشديد، وانكشفوا على حقيقتهم. وهكذا يعني نشهد في اليوم هذا والأيام التي مضت حرب إبادة وحرب جرائم حرب وحرب إبادة، وللأسف الشديد لا تزال بعض الدول العربية تمنح الثقة لسفراء مجرم وهو نتنياهو ولسفراء كيان في الحقيقة يقترف يوم بعد يوم حرب إبادة وحرب وجرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. طيب دكتور، هل تتوقع من القيادة الصهيونية أن تخشى الحديث عن جرائم الحرب التي يرتكبوها في غزة وفي غير غزة وهم لم تتم محاسبتهم على جرائم الحرب السابقة بحق الشعب الفلسطيني؟ بالتأكيد هذا ديدنهم، يعني المؤسسات الصهيونية تعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على مصالح إسرائيل وحماية إسرائيل من كل ملاحقة قانونية قضائية أو غير قضائية أو إعلامية أو سياسية، ولكن في الحقيقة هنالك وعي جماهيري وعي شعبي أوروبي كبير جدا، خلافا لمواقف بعض الحكومات الأوروبية، وإنما أغلب الحكومات الأوروبية باستثناء صراحة بلجيكا التي سمحت بالمظاهرات في يوم أمس في كل مدن بلجيكا. هناك فد بون شاسع بين الإرادة الشعبية الأوروبية وبين الحكومة، ولذلك أنا أنتقد هذه الحكومات وأقول علنا بأنه أنتم لا تطبقون الديمقراطية، لأن الديمقراطية معناها أن تسمحون
للشعب للتعبير عن رأيه، وتمضون بما يريده الشعب وما وتعبر عنه إرادة الشعب، وها هي إرادة الشعب تعبر عن استنكارها الواضح والصريح لجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل. إسرائيل ترتكب محرقة، وإذا أخذنا بالبعد الزمني والحضاري للمجتمع الإنساني فهي ارتكبت أكثر مما ارتكبه هتلر صراحة. يعني أنت تستخدم أسلحة تجعل أشلاء النساء والأطفال مندثرة تحت الأرض أو منصهرة بسبب الحرارة أو متناثرة أشلاء، إلى هذه أسلحة غير تقليدية وغير محرمة دوليا، فسفورية والصواريخ MK82 و84 إلى آخره، هذه جرائم إبادة بشكل واضح وصريح. وأنا عتبي على بعض الدول العربية الأشقاء الذين لا يزالون يمنحون الثقة لسفراء هذا الكيان المحتل. على الأقل هذه الدول يجب أن تطرد هؤلاء السفراء بحجة أن وجودهم وبقائهم يمس طيب. ويسيء إلى الرأي العام العربي. طيب. فأنا أستغرب للأسف الشديد. نعم. الشكر الجزيل لكم السفير العراقي السابق الدكتور جواد الهنداوي، كان معنا ضيفا كريما عبر سكايب من بروكسل. شكرا لكم دكتور، وشكرا جزيلا لكم الباحث بالشأن السياسي الدكتور محمد فخري المولى، كنت ضيفا كريما، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية.